احمد هذا انت؟ لا تحكي معي، طالع خلقي ومعصب. خير ان شاء الله، مين مطلع لك خلقك؟ ما في خير بهالشغله لطيفه، نحن انتهينا لهون وبس. لا تعيب، طيرت العقله للبنت. القط نفس بالاول واحكي لي لشوف شو مشكلتك. شو بدي احكي؟ شو بدي احكي؟ بالزور عم امن حق اللامي، اجوا هدوليك قليلات الشرف وحطوا عينهم على لقمتنا. انت شو عم تقول احمد؟ ما بقى عم يعجبهم الاكل اللي عم نعمل لهم اياه. عطوا الشغل لجماعه تاني. كنت متوقعه، كنت متوقعه. قلت لك لا تسترخص يا احمد، قلت لك الاكل بده لحمه نظيفه، ما بيصير نحط فيه شو ما كان. قلت لك لا تسترخص، لا تجيب ارخص اللحم واسوا السمن. شوف ما ضل فيه لا طعم للاكل ولا نكهه. شو عكيفي استرخصت؟ عكيفي استرخصت؟ المصاري اللي وفرتها حطيتها على دواء بنتك. خلص الدواء يا احمد ركود، ما في لحمه روح جيب، ما في كلمه على لسانك غير جيب جيب. هاي المصاري كيف تجي؟ معي ولا ما معي؟ ما حدا بيسال بنوب. طب هلا شو بدنا نساوي احمد؟ انا ما بسمح يصير معنا هيك فصل ابدا. لك هي لقمه تعيشي، هذا حق دواء بنتي. بتشوفي رح دبر طريقه ورح رجع الشغل. بتشوفي. اجيت جوزي حبيبي. خالتي هاي انتي، تفضلي. في عندي بشارة، بشارة اليوم اجتنا اول طلبيه يا معلم. فرحت لك كثير، ان شاء الله الف مبروك. اصلا انا كل شوي كنت ادعي لك تلاقي شغل. برافو عليكي بنتي، بس لازم نلحق طلبيه الاكل لبكره. هلا طعمي جوزك وتعالي ساعدينا. الله يخليك. ماشي خالتي، لا تشغلي بالك، بنلحق ان شاء الله. ماشي لك يا معلم. في شغله ثانيه. خير خالتي؟ لو تجيبي لي شوية مصاري من عند جوزك. ها ما في مصاري لحتى اجيب الاغراض، بس نقبض اول دفعة برجع لك اياهم كلهم. ماشي خالتي. لا اذا كتير صعبة عليكي واذا بده يحكي معك لا تقولي له انه لقلنا، قولي له انه لإلك، وانا برجع لك اياهم اول ما بصير معي. لا خالتي، شو هالحكي؟ فوزي رح يفرح كتير لانه ساعدكم. انتي استني لجيب لك اياهم. يا فوزي لو تعرف الثواب اللي عم تكسبه. خالتي بكفوا هدول حتى كتار يا معلم. لك سلم هالايدين. انا رايحه على الماركت منشان جيب اللوازم. ماشي خالتي، وانا بعشي فوزي وبطلع لفوق. ماشي ماشي يلا. ابني تعال اتغدى معنا، انت ما بتعرف تعمل اكل ومصطفى ما بيعرف، مشان ما تضل جوعان. ايوه بعدين الخالي ام بدر بترفع عليك رايه العصيان وبتقول شو فاتحه مطعم. لك بدر لسه على الفطور كنا عندكم. ها بلا ما امك تقول هدول الجماعه غلاظ وما بينعطوا وش. مزبوط. ما بتقول ما بتقول، امي ما بتترك رفقاتي جوعانين. صدقني بتنبسط، ناكل اللي بتطبخه والكل بيشبع وبينبسطوا. والله عرضك مغري وما فيني ارفضه ابدا. بعدين انا مثل العصفور بالزهره ملقمتين وبشبع. يلا بشوفك حبيبي. يلا باي. حبيبتي انا كنت جاي لعندك. يلا ننزل. لا منحكي شوي وبعدين رح روح على البيت. الما لو مو شايفتيني هون ما كنتي رح تجي على البيت؟ لك ليش عم تعملي هيك؟ يعني بصراحة ما بدي ازعجها لامك. ليش هيك عم تحكي الما؟ لتكوني مزعوجة منا. من لما هربت هيلين من البيت ما اجيتي منتبهة؟ ما حبيتيها لأمي؟ لا بدر شو هالحكي هاد؟ لك انتو بدون شي متضايقين، بلا ما اجي وازعجكم أكثر من هيك. في مشكلة؟ مشكلة مع أسيل. في احتمال البنت تكون معاقة. عم تحكي جد؟ طيب ليش؟ ما بعرف، يعني الدكتورة ما حكت شي مؤكد بس في تحليل وأكيد لازم تروح تعمله. خطر ببالنا شغلات كتيرة بس نحن بحاجة مصاري. لا تزعلي،
أنا بعمل يلي بيطلع بإيدي وبسرعة كمان. الحقيقة أنا هذا اللي كنت بدي أحكي معك بدر. حلو. شو هالبنت المصلحجية يا؟ شو صار بنتي؟ والله لازم تروحي تسألي أخي، هاي حبيبته المحترمة عم تحاول تسحب منه المصاري. شو هالحكي؟ ليش نحنا معنا مصاري؟ ايه شو بيعرفني أمي، أنا ما بقدر أشتري كتب وهو بيعطي المصاري لساندريلا. فوقها شايفة ملاك ونازل من السماء. ونور رح تشتغل ساعات إضافية، يعني إذا جمعنا كل المصاري اللي معنا ما رح يكفوا، لازم نشتغل شغل إضافي على الأقل كم يوم. طب أنا بسأل المعلم بمحل شغلي، يمكن يكونوا بحاجة حدا يشتغل. شكراً كتير بدر، لا روح أنا هلأ، ما بدي أترك أسيل لحالة اليوم. بشوفك. انتبهي لحالك. ما بعرف أخي، ما في غير رقم التليفون مكتوب على البروشور مأكولات الجدات، مو حاطين لا عنوان ولا شيء. انت اذا حطيتهم براسك بتلاقيهم. انا هلا بعطيك تليفونه. لا تقول يا شو راح يصير، والله ما بصير شيء. تسلم اخي تسلم، شكرا. ياك يسلموا ايديك يا قطتي المعجعجة. صحة وهنا حبيبي فوزي. عبينا بطننا الحمد لله، بس بعد الاكل لازم نتحلى بشي قطعة حلو طيبة. ايه مو وقتها هلا حدا. الوقت انا ما ضل عندي صبر معلم. من شو بدنا نخجل حماتي؟ من شو بدنا نخجل؟ هي مرتي حلالي. معلم امي جوز بيستنى الطلبية، ما بتستنى. إذا خلصتوا من المياعة اطلعي لفوق دغري. أمرك أمي. ناس راكدين ورا اللقمة ومحروقين حرق، وأنتي هون عم تتمايعي لي أنتي وجوزك. ماشي مامي شكو جاي. تو محتال. شو هاد معلم؟ كيف بتعطي أمك مفتاح البيت من دون ما تخبريني؟ أنتم متفقين علي بدكم تجننوني يعني؟ فوزي هي مو غريبة، بعدين ساكنة هون كمان. حسبنا الله. لك شو هالحكي هاد؟ انت شو لك شغل فوق؟ طلبية شو؟ خبريني طلبية شو؟ طلبية شو عند المساء؟ قليلي لشو؟ خالتي ملك اخذت طلبية وانا بدي روح. وانت بدك تروحي تخدميهم ما هيك؟ طلعي فيني معلا، ما رضيتي تشتغلي ناطورة بناية وهلا بدك تروحي تساعديهم بالطلبية تبعهم؟ هي ما بقبلها معلا، ما بقبلها بنوبها، ما بقبلها. انا جوزك قانونيا وما بسمح لك تساعديهم. حطي هالشي براسك. ها فوزي لوين؟ فوزي فوزي لوين حبيبي فوزي؟ شو دخلك؟ لا تكوني بدك تحاسبيني على الروحة والجاية. ما رح لك لوين. يلا لشوف. بس معقولة تطلع بهيك ساعة من الليل حبيبي فوزي؟ لك أنا حر، أنا بروح وين ما بدي، فهمتي ولا لا؟ هي عم قلك أنت بتفوتي بتندفسي ولا تستنيني كمان، لأنه بدي أتأخر. حكيت مع القبطان، السمك البقيان رح يعطيني اياه بسعر كتير رخيص، وهيك رح نعمل ولي من سمك مقلي لنعومتنا حكاية. ايه ما عم ناكل غير عجين، بكرة بيطلع براس البنت عجين بدل المخ. ان شاء الله تطلع سليمة وما يكون فيها شي. حبيبتي أسيل انتي تمردتي على الاخر وعم تخرقي كل القواعد. انا ما قلتلك ما بصير تقلبي وشك ابدا؟ بكرة رح تطلع بنتك دايما متشائمة من تحت راسك. شوفوا يا بنات، عم قلكن اتنيناتكن ممنوع التفكير والحكي بأي شيء سلبي شو ما كان يكون. أنا شخصياً موافقة. حتى تعوا نفوت لجوا، لا تجلوهم بعدين منجليهم. حطي عندك. يا بنات أنا خطرت لي فكرة رائعة. شو هي؟ أنا بعرف دكتور من أيام الشغل، منروح لعنده بلكي بيعمل لي التحليل بسعر أرخص. والله يا ريت، إن شاء الله تزبط.
الناس بتقول مساء الخير. عملتي اللي قلتي عليه؟ ايه عملته. لكن ليش ما عم بقدر اتصل بياسين؟ تليفونه مسكر من الصبح لهلا. انا شو بيعرفني نوران؟ شو انا حارسة عند ياسين؟ بعد ما حكيت معك رحت على المخفر وسحبت الادعاء. هو زمانك مصدقة؟ روح اسألي الضابط. طبعا رح اسأله، ما رح اوثق بوحدة مثلك. ألما شو عملتي انت؟ ألما بسبب تصرفك هذا رح يطلع المنحرف من السجن ورح يرجع يزعجك. يا بنات ما كان في قدامي حل تاني، لو مو صاحب الشكوى كنا هلا بالشارع. انا ما قلت لك رح تعمل لها شغله تجيب فيها بلوي على راسها؟ يا بنات من شان الله لا تعملوا فيني مثل امي. يا ماشي، انا ما كتير بفهم بالناس بس صرت بقدر اعرف من وين بيجي الخطر. بعدين اذا حاول يقرب علي مره تانية بتصل بالشرطه فورا. لك ألما كنا مندبر لنا شي حل تاني، ليش ما تركتي ياخذ جزاؤه بالسجن؟ ماشي يا اختي. ألما إذا هذا الوسخ المنحرف بيشوفك حتى بنومه بدك تخبريني، مفهوم؟ بدر عم يتصل. ايه بدر. ألما لك عندي خبر حلو، اليوم في بالبار تبعنا حفلة عيد ميلاد خاصة، ولأنه المدعوين كتار المعلم قال إنه محتاج شغيلة إضافيين وخطرتوا ببالي أنتو وقلت بتصل فيكم. بيعطي لكل واحدة 50 ليرة ومن عدا البخشيش. ماشي شكرا كتير بدر، يلا بشوفك رح سكر، باي باي. قال لي بدر انه عنده بالبار حفلة عيد ميلاد خاصة ومحتاجين شغيلة اضافية ونحن خطرنا على باله. لك ممتاز ألما، وفي هنيك بخشيش كمان، وهذا الجو بيفتح لي ذهني. أسيل انت لا تمدي ايدك عجلي، انا بجليهم بكرة. ماشي اصلا ما رح اقدر اجلي لاني رايحة معكن. يلا ومنطلب لك هنيك مشروب كمان اذا بدك. أسيل انت جنيتي، كيف بدك تشتغلي بهالحالة؟ يا بنات انا مو مريضة، انا حامل وبس. ما بقدر ضل قاعدة هون. ماشي عدي حبيبتي عدي. يلا يلا, يلا. لا تخلوني عصب يطلع خلي عليكم. ها في حوامل بيضلوا عم يشتغلوا ليوم ولادتهم، وانا ما رح اقعد هون ومد رجلي واستنى كانه عندي شي جوز غني، وفوق هيك انتوا عم تشتغلوا مشان طالعوا لي مصاري التحليل تبع بنتي. خلص النقاش وتسكر الموضوع، انا كمان رايحه معكم. يا بنات لك شو رايكم تعملوا لي شويه مكياج قبل ما نروح البار؟ وليه؟ شوفوا لي ألما لما بتكون عشقانه معناتها بدك تروحي لعند حبيبك وانت متمكجه. ما يلا استعجلي لروح حضر حالي انا كمان. أسيل بما انه ألما هلأ مشغولة منروح نحنا ومنصفي حسابنا، ما هيك؟ برافو. معناتها انت هون يا دودة الارض؟ شو بدكم؟ جايين نحكي. طبعا اذا بتفهمي بالحكي. لا تشغلي بالك اسيل، بعرف اللغه اللي بتفهم فيها. انا مالي حكي معكم. احيانا منضطر نعمل شيء ما منحب نعمله بنوب يا صديقتي نوران. مثلا مثل ما بتخلي ألما اللي ما في انضف منها تعمل شيء ما بتحبه، نحن كمان ممكن نخليكي تعملي شيء ما بتحبي. يعني اذا انتي منتبهه نحن ما بنشبه ألما بنوب. اذا بتضلي بتحاولي تضغطي علينا منصير أشيطن منك. انتو شو مشكلتكم؟ شو عم تحاولوا تقولوا؟ يمكن اذا نتفنا لك شعرات راسك ساعتها رح تفهمي علينا اكتر، ما هيك؟ فهمتي شو قصدنا هلأ يا ست نوران؟ شوفي انا رح اشرح لك، اذا هذا الوسخ ياسين بيجي على هالبيت مرة تانية دقيقة او بيرجع بيزعج ألما مرة تانية، صدقيني مو من ضربك، من عفسك انت وهذا الكلب قرايبك تحت رجلينا. خلاص كتو، انا اصلا حكيت مع ياسين ما بقى رح يجي حتى على الحارة. لا والله على كيفه يا روحي. حقيقة اذا وحدة من حبة بتنأذى منها شعرة بتشوفي شي ما رح يعجبك بنوب يا حلوة. شوفي هلا من هون وهيك ما بتصير تحطي ختم على اي شي بالبرة. نحن البشر عنا ضعف، ما هيك نورا؟ هاي رح تكون صعبة شوي عليكي بس تتعودي، لا تشغلي بالك. من هون وهيك بدنا نتسوق بميزانية مشتركة، وما حدا بياكل لقمة وهو عم يتطلع بوش التانين بشماتة. ماشي؟ ماشي. فرجيني لشوف. تاكلي لك لقمة؟ طبعا نور بيفيدني كتير، ما هيك؟ من غير شي
عم نشتغل طول اليوم، احنا بحاجة شوية طاقة. بنات جهزت؟ يلا نطلع لكان. ماشي، صحة وهنا يا روحي. يا الله، مين عم يتصل بهي الساعة؟ لا تكون طلبية جديدة ست ملاك. تفضلوا. انتو عم تعملوا أكل بيتي مدام؟ ايه يا سيد، شو بقدر أعمل من شانك؟ طلعي فيني يا مرة، عم نبهك لأول وآخر مرة، بدكم تتركوا هالشغلة. شو عم تقول انت يا سيد؟ مثل ما سمعتي، إذا بكرة رح تودوا هالطلبية رح تندموا كتير. ايه هلأ بفهم انك عم تهددني، ما هيك؟ مو تهديد، هاد انذار. ما لقيتوا محل تاني تشتغلوا له؟ هاي منطقتي، روحوا دوروا على محل تاني تشتغلوا فيه. اسمع شو راح لك ولا؟ شو بدك يعني اخذ رأيك وقت بدي اعمل شي يعني؟ لو انك قدامي كنت نتفتك. انا هيك كلام فاضي ما بيأثر علي، عم تفهم؟ مجنون. شو اللي عم يصير ست ملاك؟ مين هاد؟ مين بده يكون غير واحد مجنون؟ فكر حاله راح يقدر يخوفنا. قال هاي منطقتي إلي، انتو روحوا لقولكن شغل بمحل غير هاد. صار يحكي معي كلام طالع نازل، باين عليه مجنون ولسانه فلتان. دخيلك، اوعى تخبري امي هلأ. شو قالت المرأة؟ رح تترك الشغل؟ اذا لقيت باب رزق ليش لتتركه؟ بس بعرف كيف حسبون على هالعملة. ما بتتركه يا احمد، المرأة أخذت الشغل. بس يوصل لأيدي العنوان، لما منوقف وش بوش منشوف إذا ما رح تتركه. قلتلك ما في شي حبيبتي ألما، حكينا شوي مع هاي المجنونة وبس. حبيبتي ألما، أي ساعة الحفلة؟ الساعة 9، بس أنا رح تضل الصبح. ألما، المحل بأي منطقة؟ إذا نفس المحل اللي بيشتغل فيه حمدون ما بروح شو ما صار. شوفكي، محل بالتقسيم اسمه البار الأزرق، المحل بيعزف فيه بدر كمان. ها ماشي لك، يلا يلا. عم تنقهري على الفاضي يا معلا، هدول الرجال هيك اذا طلعوا كل فترة اخذوا نفس بيكون لصالحك. ايه خليه يروح يفش خلقه حتى يرجع لك مثل الخاروف. بس خالتي، هاي اول مرة بيعمل هيك. ايه علينا، هذا ولا شي. طب رجال ما بيبين لبعد 40 سنة، لسه بدك تشوفي كتير. كان لازم تفكري بهالشي قبل ما تتجوزي. يا الله، هاد التليفون ما بيحلاله يرن غير باخر الليل. لك شو هاد؟ خير محمود أفندي؟ ها خالي، بنتك راحت على البار مع رفقاتها. سمعت انه هن طالعين. كأني فهمت انه بدهم يشتغلوا للصبح. بار شو؟ شغل شو؟ لك شو عم تقول انت؟ والله انا شو بيعرفني يا خالي، هذا بار شو ما بيخطر ببالك بدك تلاقي بتروحي على البار. ابني شو هالمعالجة الفيزيائية ما بدها تخلص؟ عم بشتقلك كتير، لو كنت بعرف انها بدها تطول كل هالقد كنت رحت معك. طيب كيف الوضع؟ طيب نعرف موعد رجعتك؟ ها ابني، بس تحدد الموعد اتصل فيني ممكن؟ منيح، هذا منيح. بعت البيت؟ صحيح بعته، بس تأجلت روحتي على الجنوب حاليا، لما بترجع بنحكي بالتفاصيل. اتطلع فيني، لا تطول علي بالاتصال، وانا بحبك كتير. مع السلامة ابني، دير بالك حالك. استاذ صالح، ممكن تساعدني لو سمحت؟ شو صار ست ملاك؟ بابا، انت هلأ ما ضل عندك شغل؟
شو هالحكي بنتي؟ انتي لا تفكري بهيك شي، اعتمدي علي وبكفي، ابوك بيحل كل شي بنتي. يلا هلا غمضي عيونك. هذا أنا أخي علي، عمل اللي بتقدر عليه والله يخليك لإلي عنوان هالمرأة. ما عم بطلبه من شاني، مشان فاطمة. أخي لازم بكرة الصبح أحكي مع المرأة قبل ما تسلم الطلبية للجماعة. نحن إجينا. أهلا وسهلا. والله شكرا كثير يا بدر، انقذت لنا حياتك. ولا وش هالحكي؟ عن جد شكرا كثير بدر. هذا واجبي. بدر؟ هذا الجيتار مشتري جديد؟ يلا المعلم عم يستنى. يلا. اوه ريحتها بتطير العقل. ان شاء الله تكون طعمتها مثل ريحتها تمام. أنا بدوقها ماميشكو. مسكي تمك أنت بلوعة الأكل. ماميشكو أنا كنت بدي أشوف إذا استوت ولا لا. إذا خلصتي من الجلي يلا غلي لي القطر. ماميشكو بدي روح شوف فوزي وإرجع قد إيه صارت الساعة ولهلأ ما بين أثره. ليكي عدمني ياكي أنت وجوزك، مو ناقص غير تربطي من رقبته وتزربيه بالبيت. خلصت كهرمان، أنا أصلاً خلصت شغلي، هلأ معلّب تنزل لتحت وأنا بغلي القطر بدالك. طلعي فيني. تطلعي من الباب وترجعي، وإذا بتطلعي لي خلقي بنزل بفرمك والله. ماشي ماميشكو، بتطمن علي وبرجع فورا. ما بدنا نلعب على بعض، كل واحدة 50 ليرة، بخشيش بينجمع بالصندوق، وبالأخير بينحسب، وبيتقسم. هاي الشغلة أخونا البارمان هو اللي بيحلها. أعطينا دفاتر التسجيل من عندك. أو كنت ترتكبوا أي غلط، مثل ما قلت لكم، كلهم رقمات. بعدين انتبهوا لكتاب الطلبيات، لا نقصان ولا زيادة، بلا ما نعلق مع العالم. جوزي حبيبي أنا جاي. وينك يا أبو الشوارب الحرير؟ بس أنت ما كنت تعمل هيك معي. قول أخي علي، عشت أخي عشت. قول أخي. إيه علي. تفضلوا. ممكن واحدة بيرة؟ شكرا. أخي شوف هالبنت، جسمها حلو كتير ووشها بياخد العقل. هيك فوت وطر. شكلك تعبتي كتير، خلص روحي ارتاحي إذا بدك. لا ما تعبت، لا تشغلي بالك، بس أنا متضايقة من الصوت العالي وحياتك ما فيني شي، شايفة الجو كيف.
حبيبتي أسيل إذا متضايقة خلص روحي، نحن منكفي الشغل. لك ألما حاجتني إيه فوق راسي شبك؟ عفوا نسيت أنتي بنت مين؟ بنت ملك كثار. خالي ملا؟ ليش عم بتعيديها وراي؟ أمي؟ دخيلك لا تروح يا أحمد بهذا الوقت من الليل، شو لك شغل ببيت الناس؟ أنت قوي وهن ضعاف، أنت هلأ بتعمل مشكلة وهن بيتكتفوا قدامك. الله يخليك يا أحمد، لا تعمل مشكلة عند هالمسكر مالي، لا تروح. الله يخليك. لا تشغلي بالك لطيفة، عم قلك عرفت هدول ثلاث نسوان، بإذن الله بطلع من خرجهم. لا تاكلي هم، دخيلي لجوا وكملي الطلبية، اوعك توفري من الأغراض. أعطيتي خبر لعبد الله؟ هنن كمان عم ياخدوا، ما هيك؟ بدنا نعملها، إن شاء الله ما تروح على الفاضي. لطيفة، أنا حلفت لك يمين، شغلنا رح يضل لنا. أحمد، رشي جوز على وشهم وكتري بنتي، أنا ما بحب الشغل الناقص. بدك تسخي على الأكل لحتى يطلع طيب. خدي خالتي ما عم بيرد. إيه بعد شوي اتصلي مرة تانية. صارت أكتر من 12، قلنا بشم هوا وبيرجع، بس زودها كتير هذا المحتال. أمي خلص بقى، لك وين ما رحت عم بتلاحقيني؟ عم بكسب مصاري بتعبي وعرق جبيني مثل مو شايفة، ولا كتير تعذبي حالك بالحكي معي، أنا ما رح روح. أنا مو جاية منشان آخذك معي، جاي لساعدك. إذا بتضل الليلة هون رح تصير مشكلة ورح توقع القصة براسك ورح نلحقك على المغفر، منشان هيك رح ضل قعدتلك هون، منشان إذا صار ما صار كون قاعدة وموجودة. ومثلاً إذا القصة كان بدها محامي نتصل بالمحامي تبعنا ونجيبه. أمي إذا بتريدي روحي على البيت. مو رايحة على محل ما بتحرك إلا ورجلي على رجلك، فهمتي؟ ماني متحركة من هون بدونك. مصالح على الأقل أنت فهمني ولا تعمل هيك. طيب مو شايف بعينك اني عم بشتغل؟ لك بنتي انا شو طالع بايدي؟ لك اشتهيت شي مره ننفذ، صبت علينا الخالي ملك مثل القضاء المستعجل. لك انا بعرف اني منحوسه وبنحس كل اللي حوالي. نيكولا بتلج؟ ناولني من عندك كاسين عرق لو سمحت. على عيني. امي قولي لي انت ليش دايما هيك بتواقفي بطريقي؟ ليش ما عم تخليني اعتمد على حالي؟ شو يعني هاد؟ والله هاي الفرقه كويسه كتير واجيت منشان اسمعها. بما انك ما عم تتركيني بحالي معناتها في شي براسك. اوف امي اوف. اوه خالي ملك شرفتنا على المحل. ما حلوه ما تطلبوا شي، ما هيك؟ بعدين بيقولوا عنكم بخيلين، وإذا عرف المعلم بهيك شي ببهدلنا والله. نور انت شو عم تعملي؟ عمو صالح لكريته صحة وهنا. نور خدي هاي، امي بحياتها ما حطته بيتمها ولا رح تحطه. ليش حتى ما حطه؟ امي ست ملك. ليش وش شربه؟ امي انتي مو معقولة عم تشربي مثل المي؟ لازم تشربيه على مهلك، هذا مو هيك بينشرب، انتي مو متعودة. بتعود؟ انا بمعية ألما رح اتعود على كل شي، حتى المشروب ما بقى يأثر فيني ابدا. عدم المؤاخذة، انتي ليش هيك واقفة فوق راسي؟ عم يدفعولك مصاري لتوقفي؟ لكن هون لا تعطيها. جارسون جيب لي وحده تاني نفس المشروب. مفتشه ملك طلعتي سريعه بالشرب والله. روحي وبلع لك يلا. كاس تاني. Sense is the dance.
شو بدي اقول يا ست ملاك، انت عطول بتفاجئيني. اجيتي لهون لتعملي مشكلة وتمسكي بنتك من ايدها وتطلعيها من هون وتاخديها معك عالبيت، بس ما شاء الله عم تتصرفي بطريقة تانية. برافو، غيرت التكتيك سيد صالح. بس لساتني لهلأ عند كلمتي، ألما ما بتقدر تتصرف بدوني، مثل مشايف كل الناس اللي هون تحت السن القانوني. أنا متأكدة إنهم كلهم جايين بدون علم أهاليهم وعم يقرعولي بهالمشروب كرع، ما بيعرفوا إنه هذا المشروب غدار وما بيتأمن له. مثل ما عم قلك أنا بعرف ومتأكدة وعلى علم هاي الليلة بتخلص بالمغفر. لا تقول ما قالت. يعني لما عم اشوف المواصفات والاسعار سيارتي لازم تنباع ب20,000. حياتي انت متأكد؟ ايه متأكد، ليش لا؟ المسرحية إلنا وعم نتعب فيها كتير، ليش ليجي واحد يدفع أكتر منا ويعمل علينا هو معلم ونحن صنايعية؟ إذا واثقين بحالنا منحط الرسمال وبتصير المسرحية إلنا والنجاح والربح إلنا. تعرف؟ أنا معجبة كتير بإصرارك وطموحك، حتى لما رح يصير عنا ولد حاسة إنه رح يكون عنده نفس نظرة عيونك. شو إجا على بالك؟ شو بيعرفني؟ من اليوم اللي حطيت فيه بنت درغام بحضنك وأنا عم فكر بهالشغلة. حتى بتعرف شو؟ كانت أول مرة بحس إنك بدك ولد. إيه والله مزبوط. الصيف الماضي كانت مجرد فكرة إنه يكون عندي ولد تخليني اتوتر، هلأ عم أقول ليش لا؟ بعتقد إنه بصير للحياة معنى تاني. تشربي مبيت؟ والله ما بقول لا، خاصة إذا أنت بدك تشرب، بس أنا ما بقدر. ليه؟ شرب. لا تخليني ضربة كف طيرك من محلك. صحة وهنا عقلكم. ست ملك يمكن رح تزعلي مني، بس يعني حاج تشربي. يعني استاذ صالح ليش عم تتدخل فيني؟ قلي لنشوف. انا شي مرة تدخل فيك وقلت لك حاج تشرب. ليك يا تتدخل فيني، عم تفهم؟ خلينا نشرب وننبسط وننسى الهموم. صحتك. تعرف أنا هلأ كتير مبسوطة وفرحانة. سرقين سو مصر جوغ مشاش مصر بيروت مصدوميا سيسو تشيك مصر يوزن بق مصر تعال مكسور مودوميا لا 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 منيح منيح، أنا ما بقى أتذكر بنوب. أنت كيفك؟ واحد لما بيشرب يمكن بينزل ضغطه، ما هيك؟ على الأغلب بينزل الضغط، على الأغلب دخيلك. شوفي إذا بتحبي فيك توقفي شربها، وشفت بنتك عم تشتغل وهي منيحة كتير. يلا خلينا نروح. ماني رايحة اليوم. شوف شوف من هون لهون.
خلينا هون مبسوطين. ما بعرف شو صار لي. لروح غسل وشي خليني صحصح وفيق. بروح بغسل وشي وبرجع براقب بنتي وبقعد. يا لطيف وقفي وقفي. ست ملك انت سكرتي شي؟ نوب. لك انت هبلة شي. لك ليش عم تحطي البخشيش بالصندوق وتمشي؟ المعلم هو اللي قالنا نحطه. لك بعمري ما شفت اهبل منك. الما شوفي هلا نحن بحاجه هالمصاري، هي القاعده الوحيده، بتحطي نص المصاري اللي بتجمعيها بالصندوق والباقي بجيبتك، عم تفهمي؟ نور ما بقدر اعمل هيك. خلص الما اعطيني اياهم وانا بعملها، في بنت مريضه بالنص ولازم نعمل هيك مشانها. سكرت الصباح خير؟ جاي تسهري بالبار؟ سهر شو عم بشتغل؟ مو بدر بشتغل هون، هو اللي دبر لنا الشغل. عن جد؟ كيفه؟ ما هو ما عنده جيتار وما بيقدر يطلع المسرح بدونه. لا لا مشتري جيتار جديد وعم يعزف عليه. كيف يعني؟ ما بيقدر؟ لك بالزور عم يصرف على البيت. يعني لما راح لعندك على البلد اضطر يبيع الجيتار تبعه وما اشترى غيره، يمكن مستعيره من حدا. بدر ضيع الجيتار من شاني. هذا وقته؟ هذا وقت الشرب يا ملك؟ بنتك ديري بالك على بنتك. خالي ملك بطنك لحلقك وسهراني بالبار؟ وأنا كمان انبسطت بشوفتك خالي ملك. صحيح إنه تعبنا بس قطعنا شوط كبير ست كهرمان. بكرة الله بيعوض لنا تعبنا إن شاء الله. معلا طلعي على البقلاوة بنتي. معلا خير شو في امي؟ روحي من خلقت، يلا روحي، عقلك طاير بالهواء وما نكتاص الشيء قدامك. لا امي عقلي معكن، قلت اذا بيكون جوزي اجا على البيت بينشغل باله علي. روحي روحي شوفي اذا اجا وحاجة تنقي علينا مثل البومة من غير شيء، تعبانة وماني فاضية لك هلا. ماشي ماميشكو. يا ست ملاك. شوفي استاذ صالح، شو هاد كل خمس دقايق بتقلي ست ملاك ست ملاك؟ صحيح اسمي ملاك بس ماني ملاك عن جد، يعني ما رح يطلع لي جناح وطير عن الطاولة. عمري ما حسيت حالي منيحة لهالدرجة. يخزي العين عنك. ما شاء الله انت سريع كتير. شو قلتي؟ قال في عندك، صار عندك حبيبي. طيب ليش ما عرفتنا عليها؟ بصير تعمل هيك؟ وعيب. منين جبتي هالحكي ست ملك؟ حبيبة شو؟ مين قال لك هالحكي؟ طيب يا استاذ، لما اجيت طلبت مني السكر، لمين كنت عامل شاي؟ يا إلهي يا ست ملك، أنت بتعرفي مين هي الست؟ مين؟ تعالى أحكي لك. يمكن تعرفي أنت لبدر وبتعرفي أنه شو هادو لا؟ ألما! طب إيدك ولا حقيقة قليل الأدب. هلا ملك انت، وهلا ملك ترباية امي. شو
شبيك خالي؟ شو عملت؟ لا شو عملت؟ لا انا شان لا تتدخلي يعني. شوفوا عم يمد ايده عليك وضلتي يعني. لك كيف تمد ايدك على حبيبتي ولا احكي ولا اخواتي كيف بتعملي؟ انا اللي بدي ربي له الواطي الحقير. بعد هيك يا شباب اتركني يا جماعه شوي بعدوا عن بعض بعدوا لشوف يا بلد الباية ما في شرطة هون. انا بورجي عليك يا سكرانة كيف بتحكي هيك مع وحدة مثل امك؟ شوفي لبرا لو سمحتي هاد هو مش حقوق. طول بالك يلا جماعة يلا وين برنا؟ اسمعوني لا تشوفوها اسمعوني يا شباب ما حدا منكم بيروح على محل. يا جماعة الشباب عم بيقولوا انكم عم تحطوا البخشيش بجيابكم. بدي اعرف اذا هالحكي مزبوط. ما في هيك شيء واللي قال لك اكيد عم يكذب. ماشي ماشي معناتها يلا فضولي جيوبكم لنشوف اذا معكم ولا مو معكم. من دلي قليب غربي اياها والليل من ضايع من ضيع حبي والليل برد. سكران احكي لي معلا. فوزي ليش شربان كل هالقد؟ طالع ريحتك. لا يا كشفيني اني شربان معناتها طلعي بتعرفي ريحة المشروب يا ضرسالي. الا يا امي كرمان انه بتعرفي شو المشروب. فوزي شو عم تساوي؟ تعال لجوا تعال معي فوت لجوا معلا. انتبه حبيبي تمام. اي جبيك فوزي عم تكسر لي ظهري هيك. وقف 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 فوزي انا بدي اسألك سؤال. انت ليش شربت كل هالقد؟ مزعوج من شي؟ رحت عملت مشوار وحكيت بالظلم اللي انظلمته وأكلت مع المرجي ولقينا كاساتنا. انت؟ بس انت ما بتحبه للأمرجي جوزي حبيبي. بحبه بس مو كتير. بس لو تعرفي شو صار بيطير عقلك من محله. لو تعرفي شو صار معي. انت حلوة وانا حلو. يو جوزي حبيبي انا خفت عليك كتير لا تروح على شي محل. لوين بدي روح؟ لوين بدي روح يا روحي؟ كل هموم الدنيا ومصايبها نزلت فوق راسي دفعة واحدة. يا روحي كل هموم الدنيا فوق راسي. اضحكي اضحكي تعالي تعالي. موزي بس انا بعرف شو مشكلتك حبيبي بعرف شو هي. هلأ رح عايشك أحلى ليلة بحياتك كلها. هيك رح تطير بالسماء. استناني شوي تمام. راجعة ماني مطولة.